بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثبتنا يا رب بقولها، وانفعنا يا رب بفضلها، واجعلنا من خيار أهلها. اللهم فقهنا في ديننا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وافتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا فضلك، ويسر أمورنا، ويسر عيوبنا، وبلغنا مما يرضيك آملنا وسائر المسلمين يا رب العالمين. وارحمنا وارحم والدينا وشيخنا وعلماءنا والمسلمين. أما بعد، ما زلنا في فقه السادة الشافعية من حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي الشجاع رحمهم الله تعالى، نفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين. ونحن اليوم في المقصد الرابع من مقاصد الطهارة. ومقاصد الطهارة أربع مقاصد: المقصد الأول الوضوء، والمقصد الثاني الغسل، والمقصد الثالث التيمم كبديل للوضوء والغسل، والمقصد الرابع إزالة النجاسة. فلا بد لكل مسلم أن يعرف مقاصد الطهارة بتفاصيله. انتهينا من الحمد لله من الوضوء بتفاصيله وأنواع المياه قبل ذلك، وأسباب الحدث ونواقض الوضوء وما يتعلق به، وكذلك الغسل وموجباته وأركانه وسننه، ثم بعد ذلك التيمم ومتى يجوز التيمم، ومتى يجب الإعادة، ومتى لا تجب، ومتى يتكرر، ومتى يفسد التيمم. كل هذه التفاصيل انتهينا منها والحمد لله. اليوم نتكلم على النجاسة. والنجاسة لابد لكل مسلم أن يعرفها ويعلمها جيدا، بل قالوا أن التعريف المسلم هو الذي يقول الشهادتين ويحترز من النجاسات. يعني بعض العلماء عرفوا المسلم كده، هو الذي يقول الشهادتين ويحترز من النجاسات. لما تشوف واحد محترز من النجاسات وبيقول الشهادتين، تعرف انه مسلم على طول، مش هتنتظر بقى تشوفه بيصلي ولا ما بيصليش، او خلاص تعرف كده. انما ما تلاقي واحد متضمخ بالنجاسه، يعني النجاسه مغرقاه في هدومه وفي لبسه، ولا يستبرئ منها ولا يحترز منها ويتعامل معها معامله الطاهرات، تأخذ انطباع أنه ليس بمسلم، لأن هذه عادة غير المسلم. أما المسلم فهو يعني يكره النجاسة، يأنف منها. فما هي النجاسات؟ ما هي النجاسات؟ ننظر الأول، هقول لك ملخص عشان لأن الكتاب عندنا موسع، فممكن تقعد فيها شهور وما تعرفش تلمها. أنا هحاول ألمها لك بسرعة قبل ما نقرأ من الكتاب. كل حي طاهر من حيوان، أي حي ربنا خلقه فيه حياة طاهر، إلا الكلب والخنزير. سهلة؟ يبقى ما تسألنيش بقى القطة طاهر ولا نجس، ولا تسألني الأسد طاهر ولا نجس، ولا تسألني الفار وهو بيجري كده وبيلعب طاهر ولا نجس، ولا تسألني الصرصار وهو ماشي كده وصاحي طاهر ولا نجس. كل حي طاهر إلا الكلب والخنزير. الوحيد المتحرك حي بيتحرك في الأكوان ونجس هو الكلب والخنزير. سهلة؟ طيب، زالت الحياة فصار ميت، يبقى يسموه ميتة. كل ميتة نجسة، كل ميتة نجسة، طالما مات بقى كله نجس، إلا ميتة الآدمي والسمك والجراد، بالاستثناء كده الشرع ورد، الشرع الشريف استثنى هذه الأشياء، ميتة الآدمي والسمك والجراد وما لا نفس له سائلة، يعني الحشرات اللي ما لهاش دورة دموية، نحلة ماتت، دبانة ماتت كويس، برغوث مات، صرصار مات، ملوش دورة دموية، يسموه ما لا نفس له سائلة، يبقى ميتته يعفى عنها. في قول عندنا انها نجسه بس يعفى عنها، ما لا نفس له سائل كويس، فهنعتبرها عشان يعفى عنها في الطاهرات مؤقتا،
مع حرمة تناولها. سهل كده، كل اللي يموت نجس ما عدا ميتة الآدمي والسمك والجراد وما لا نفس له سائلة، وما تولد في النبات زي دود الفاكهة طاهر برضه، تفتح المشمشة كده، ما احنا بقينا في المشمش مش كده برضه، تفتح المشمشة تلاقي فيها دودة طاهرة. يعني لو كلت المشمشة بالدودة اللي فيها وانت مش واخد بالك لم تتناول نجاسة، يعفى عنها. وكذا المشة بدوده، الفلاحين في مصر بياكلوا المشة بدوده بقالهم سنين مش كده برضه، ما لم يتناول الدود يتعمد كده ينقي الدود نقول له لا كده لا تتقزز بقى مش كده، لكن معاها ماشي يبقى بتستثنى. ما يحل أكله من الحيوان ميتته طاهرة بذبحه أو نحره بشروط الذبح والنحر أو عقره. ما يحل أكله من الحيوان ميتته طاهرة بذبحه أو نحره أو عقره مع مراعاة شروط الذبح. سهلة. وزكاة الجنين بزكاة أمه. يعني لو بقرة ولا جاموسة في بطنها جنينها وانت رحت ذابحها الذبح الشرعي المظبوط، يبقى جنينها اللي في بطنها ده هيموت بموتها، يبقى طاهر برضه، تطلعه من بطنها وتاكل منه. كويس كده خلصنا الحي والميت. سهلة. طيب غير بقى الأحياء، في جامد وفي مائع. جامد يعني صلب، ومائع يعني مائع يعني سائل مش كده. طيب كل من فصل من الحيوان حال حياته يأخذ حكم ميتته. كل من فصل من الحيوان حال حياته يأخذ حكم ميتته. إذا كان هذا الحيوان ميتته طاهرة يبقى من فصل منه طاهر. عملنا بتر لبني آدم وقطعنا رجله، قطعنا دراعه، يبقى الجزء اللي انفصل ده طاهر لأنه ياخد حكم ميتته. سهل. قطعنا لية الخروف وهو عايش، ما ينفعش أخدها سيحها، لأن الخروف لو مات بلا زكاة شرعية بقى نجس، يبقى ياخد حكم ميتته. ميتته نجسة، يبقى ليا لو اتقطعت منه في حال حياته ما ينفعش اسيحها واكلها. سهلة. البيضة اللي بتخرج من الحيوان ما لم يكن مأكول اللحم تأخذ حكم ميتته. حداية باضت، انا بناكل حدايات، احنا المسلمين ياكلوا حدايات ليه يعني واحنا جايين من ماليزيا؟ ها يبقى البيضة الحداية لا حكم من ميتة الحداية، الحدقة أو الصقر أو النسر. فهمت إزاي؟ يبقى البيضة دي نجسة لأن لا يجوز أكل أصلا ميتة حيوانها، ميتة حيوانها نجسة تاخد حكم ميتتها. سهل. ده في الجامد. يستثنى مما ينفصل من الحيوان حال حياته فلا ينجس الشعر والصوف. يبقى ممكن نجز شعر وصوف النحل الغنم ونعمل منه سجاد ونعمل منه بلوفر ونعمل منه ويبقى طاهر مستثنى. سهل. نيجي بعد كده للمائع، حاجة المائعة بقى. كل ما خرج متغير مائع مما له مقر في حيوان يبقى نجس. شوف بالشروط دي، يخرج من ليه مقر في الحيوان ومتغير. ليه بنقول متغير؟ عشان نخرج العرق والدموع والريق طاهر، يبقى لازم نقول متغير. وله مقر،
عشان نخرج الحاجات دي، لان العرق ملوش مقر، ده بيخرج من كل حته في الجلد ملوش مقر يعني. لكن اللي يخرج من المعده طيق ومتغير يبقى نجس. يبقى لو واحد اتآية او حيوان اتآية او قطه اتآيت على سجاده الصلاه، انا بربي قطط وجات القطه معديه قدامي وانا بصلي مش مشكله طهر، بس القطه جالها برد قعدت قدام المروحه فبقت تتآية، فجت اتآيت قدام على سجاده الصلاه بقت السجاده هنا نجست، طيق نجس، فهمت ازاي؟ لكن لحست سجاده الصلاه بريقها ما يضرش لان الريق مش نجس، خد بالك. او خرج من بطنها في صورة روث براز، يعني بول وبراز، يبقى نجس مش كده برضو، متغير. او دم متغير، او قيح متغير، او مخاط من ايه؟ مخاط خارج معدنه مش في معدنه، يعني طول ما المخاط في مناخيرك مش مشكلة، لكن ايه بلعته ودخل معدتك وخرج مع القيء بقى نجس. لكن طول ما هو في الانف وبتنفه في منديلك هو طاهر، لانه ياخد حكم الريق لانه في معدنه، خرج من معدنه ودخل في جوف ثم خرج منه صار نجس. يبقى الماء اللي حوالين الجنين اللي يقول لك الارنطاش الداية، عارفه الحكايه دي، تولد الست تبص تلاقي ايه نزلت ميه كتيره ووراه الجنين، الماء الكتير اللي حوالين الجنين ده يبقى متغير مش كده، يبقى نجس. لو جعل الثوب الواحد يغسل ثوبه لطبيب النساء وللدايه وللحكيمه وللراجل اللي مراته ولدت في البيت وقعت الحاجات دي على الملايه ما يصليش على الملايه وهكذا، يعرف النجاسات عشان يتعامل معاها. يبقى سهله الحكايه كده، لمينا النجاسات سهل. طب افرض جبنا اسد وحبسناه ومسكناه وقلنا بسم الله الله اكبر وذبحناه، برضه ميتته نجسة، لأن حتى لو زكيته فهو ميتته لا يحل أكله، لا يحل أكله أصلا، يبقى نجس. فهمت إزاي؟ تقريبا كده احنا لمينا النجاسات بسهولة، كده المسلم عرف النجاسات بسهولة. يبقى لما يبقى في دم في بقك ما ينفعش تصلي ودم في بقك لأن بقك نجس، يبقى تتمضمض، إلا أن يكون عندك ألم في اللثة واللثة بتنزف ليل نهار ومش عارف، كل ما تتف تلاقيها متعرقة بالدم، تتف تروح للدكتور بيعالجك، يبقى يعفى عنك. لكن ما تصليش إمام، صلي مأموم بقى لحد ما تخف، لأن أنت ليك عذر. طب والناس ذنبها إيه تصلي وراك؟ خدت بالك؟ مفيش واحد بقى يخر دم في إيده ويروح مص، لأن تناول النجاسة حرام والدم نجس، وتناول النجاسة حرام. كل ما لا يحل أكله يحرم لبنه، كل ما لا يحل أكله يحرم لبنه ويحرم بيضه. فما فيش بقى إن أنا أشرب لبن الحمار، يقول لك علشان الواد يطلع قلبه ميت نسقيه لبن الحمار في الصعيد، بتحصل الحكايه دي. انا بيجي لي عيانين ساعات يقول لي الواد ده قلبه جامد اصل سقيناه لبن حمير. ازاي تسقيه لبن حمير؟ ما سمعتش الحكايه دي ولا انا اللي بسمع؟ انا بسمع انا كتير. حرام ليه؟ لان الحمار لا يحل اكله، فيبقى لبنه حرام. كويس؟ لكن لبن ما يحل اكله هو اللي حلال تشربه، ما فيش مشكله. يبقى روث وبول كل حيوان نجس، بول وروث كل حيوان حتى الانسان نجس، يستثنى الانبياء بس، يستثنى الانبياء، بولهم وبرازهم ودمهم طاهر لكمال حرمتهم، يستثنوا دول بس، لكن غيرهم كلهم خلاص، كل البني ادمين البول والبراز بتاعهم نجس. وكذلك روث كل حيوان سواء مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم عندنا نجس. الملكية قالوا مأكول اللحم بوله وروثه طاهر، وغير مأكول اللحم بوله وروثه نجس. الشافعية قالوا كله نجس. سهلة كده، لمينا تقريبا النجاسات، عرفتها.
كل هذه النجاسات يجب إزالتها. إذا كانت ميتة فلا يحل الانتفاع إلا بإهابها بجلدها بعد دباغه، فيطهر جلد الميتة بالدباغ. يبقى وسيلة الانتفاع بجلود الميتات التي ماتت وتنجست بموتها أن ندبغها فتطهر، تطهر بالدباغ. إلا ميتة الآدمي لحرمته، ما بتجيبش ميت تسلخه، بني آدم تسلخه تاخد جلده تدبغه، ما ينفعش. حتى ولو كافر، حتى ولو كافر لحرمته، لقد كرمنا بني آدم. صحيح لا يجب دفن الكافر، لكن لا يجوز الانتفاع بميتته، لا يجب دفنه. لو رميته في مزبلة انت هو حر، تاكله الكلاب مالناش دعوة بيه. لا يجب دفن إلا المسلم، المسلم لحرمة المسلم بس. لكن لو كافر ولا مرتد خلاص مات يترموه في المزبلة مالناش دعوة بيه. يجوا أهله هم عايزين يدفنوه مالناش، ما نمنعهمش، لا نمنعهم ولا احنا نقوم ندفنه، مالناش دعوة بيه. ممكن نبعده صحيح علشان ما نتأذاش من رائحته، ممكن ندفنه علشان صحتنا عشان ما نحسش الريحة الوحشة، ممكن. يبقى الدفن هنا لأجل الصحة وليس لأجل الشرع، كويس. لكن المسلم يجب لأجل إيه؟ حرمته، يوارى بدنه بعد تغسيله وتكفينه والصلاة عليه، لأنه حقوق تكلمنا عليه. هنبتدي بقى نقرأ هنا كلام الشيخ. كل النجاسات المائعة يجب إزالتها بالماء حتى تزول عينها، يعني جرمها إذا كان ليها جرم، يعني ليها كتلة، ولونها ورائحتها. فإن زال الجرم وبقي بعض اللون لا يضر، لأنه ممكن تبقع، سيب بقع خلاص ما يضرش اللون، لكن المهم يزول الجرم والرائحة، واللون لا يضر. تزول بالماء، تزال بالماء. ليس لنا وسيلة أخرى إلا الماء لإزالة النجاسة، إلا النجاسة الكلبية والخنزيرية يجب فيها التتريب والماء 7 مرات بس عشان تزول. يبقى النجاسة الوحيدة التي يجب فيها التتريب والماء والتسبيع هي النجاسة الكلبية والخنزيرية بس. باقي النجاسات لا يجب فيها إلا الماء حتى يزول أثرها وعينها بلا عدد غسلات، تتكرر الغسلات لحد ما يزول العين والأثر، فإن بقي لون لا يضر بعد العين والأثر. سهل كده تقريبا خلصنا الموضوع. احنا عايزين بقى نقرأ كلام المشايخ علشان نطلع منه حاجات تانية، لان في معفوات في وسط النجاسات لازم نعرف. هتيجي تقول لي طيب يا عم الشيخ انت قلت لي ان الدم نجس، لكن انا مجروح والدم ناشف على جرحي، اصلي ازاي وانا على جسمي نجس؟ هتخش بباب المعفوات، فهمت؟ وانا بصلي لقيت ناموسة واقفة على اورتي، رحت عاملها كده راح طالع منها دم على اورتي وانا بصلي، يدخل في باب المعفوات. فهمت ازاي؟ استمر الصلاة مع ان دي برضو نجسة لكنها معفو عنها، فهمت ازاي؟ وكذلك بول الصبي الذي لم يأخذ الا لبن امه فلا يطعم شيء غير اللبن، تزال نجاسته بالنضح دون الغسل. استثناء بالنضح دون الغسل، يعني انضحه كده. ويستثنى مما خرج من مقره متغيرا، احنا قلنا القاعدة كل ما خرج من مقره متغيرا نجس الا المني، لانه اصل الحيوان عند الشافعية، الملكية عندهم المني برضو نجس، ماشي مع القاعدة، كويس؟ لكن احنا استثنينا المني، الشافعية استثنوا المني لأنه أصل الحيوان، وأصل والحيوان الحي طاهر، فيكون أصله طاهر. سهل، الشافعية قاسوها على كده، قالوا ده أصل الحيوان، والحيوان أصله طاهر، إلا الكلب والخنزير، يبقى مني الكلب والخنزير بس هو اللي نجس. لأن هو حي وبيجري في الشارع كده برضه نجس، يبقى مني نجس. لكن الحيوان الثاني والإنسان وغيره طول ما هو ماشي كده وفي حياة طاهر، مش كده برضه؟ يبقى مني اللي هو أصله يبقى طاهر. سهلة كده الحكاية، اتلمت
لما يجي حد يسألك في النجاسة تعرف تجاوب؟ نرجو ذلك. نبتدي بقى نتكلم، نقرأ كلام الشيخ عشان نمشي فيه براحتنا بقى، لأن كلام الشيخ هنقعد فيه شوية كده براحتنا. يقول في الهامش: فصل في بيان النجاسات وإزالتها، وهذا الفصل مذكور في بعض النسخ قبيل كتاب الصلاة والنجاسة لغة الشيء المستقذر. يعني بعض النسخ قالوا قبل كتاب الصلاة، يعني قالوا قبل كتاب الصلاة وبعد الحيض، يعني بعد الحيض والنفاس، لأن هيجي الحيض والنفاس بعد إزالة النجاسة. كويس؟ فيعني كأنه أخره عن الحيض والنفاس في بعض النسخ. والنجاسة إيه هي لغة؟ الشيء المستقذر. يبقى ما تقول لك إيه ما هو النجاسة لغة؟ كله مستقذر لغة نجس، يبقى يدخل المخاط والريق والبرابير وكل الحاجات دي تدخل في النجاسة اللغوية مش الشرعية. كل ما تقول حاجة يع يع، يعني إيه بلغة المصريين؟ يعني إيه القرف ده؟ يبقى كل ما هو يع نجس لغة ولكن ليس نجس شرعا. فهمت ازاي؟ يبقى النجاسة لغة كله مستقذر. طيب امال ايه شرعا بقى؟ شرعا معنى اضيق شوية، لان هيخرج بعض المستقذرات تلاقيها طاهرة وان كانت مستقذرة، زي الريق وزي العرق وزي المخاط اللي في الانف، كل ده صحيح مستقذر، كل الناس تقرف منه. يعني لو واحد تف على واحد يزعل منه جدا، صح؟ لانه مستقذر لكنه طاهر. فيبقى ليس كل مستقذر نجس شرعا وان كان نجس لغه. فهمت ازاي؟ يبقى المعنى الشرعي اضيق. وشرعا كل عين، يعني ماده، عين يعني ماده محسوسه ترى بالعين، ادي معنى كل عين، يعني ترى بالعين كل عين. يبقى ما لا يدركه الطرف معفو عنه، ما لا تدركه العين معفو عنه، كالرذاذ المتطاير من البول. يعني لو انت مركب في عينك ميكروسكوب وانت بتبول كده هتلاقي في رذاذ متطاير ما كنت حريص، هيجي على ثوبك. كويس؟ لكن لا يدركه العين المعتادة فيعفى عنه. يبقى النجاسة الشرعية كل عين لأنها تراها العين. حرم تناولها على الإطلاق حالة الاختيار. يحرم تناولها يعني ايه؟ التعامل معها، ان الواحد يدهن بها جسمه او ياكلها او يحطها في بقه او يحطها في عينه او يشيلها في جيبه. يحرم تناولها يعني التعامل معها على الاطلاق، يعني مطلقا حالة الاختيار. حالة الاختيار تقييد، لان الميتة يجوز تناولها لمن اضطر غير باغ ولا عاد فيتناول الميتة اضطرارا. واما قال لك حالة الاختيار خرج الميتة، مش كده؟ لان لو ما قالش حالة الاختيار كان دخل الميتة والميتة نجسة، مش كده برضو؟ يبقى كل عين حرم تناولها على الاطلاق حالة الاختيار، فلما قال حالة الاختيار دخل الميتة ما خرجهاش، يبقى هذا الاحتراز للادخال لا للاخراج، للادخال لا للاخراج، فدخل الميتة. لان لو ما قالش حالة الاختيار كانت الميتة خرجت، مش كده برضو؟ طيب لكن لما قال حالة الاختيار دخلت الميتة، لان الميتة لا يجوز تناولها الا حالة الاضطرار. واضح؟ مع سهولة التمييز، مع سهولة التمييز عشان الدود اللي في المش ممكن ما تميزوش، بتاكل مش في الضلمة، مش لازم تولع يعني اللمبة علشان تشوف الدودة فين وتنقيه، او بتاكل بلحة تلاقي فيها ساعات البلح، تلاقي فيه دود، تاكله كده وانت ماشي ما فيش مشكلة وانت مش واخد بالك، لان ما ميزتش. مع عدم التمييز يخرج الدود المتولد في ايه؟ في الفاكهة وغير ذلك. لكن لو تناوله عمدا نقول له لا، كده هتبقى ما يصحش بقى. مع سهولة التمييز لا لحرمتها، لا لحرمتها يعني كل عين حرم تناولها على الإطلاق لا لحرمتها، لا لكونها محرمة زي ميتة الأدم، لا حرمة،
ولا لاستقذارها علشان يخرج الريق والمخاط والحاجات دي. طبعا الواحد يعني يقرف يتناول ريق حد او مخاط حد، مش كده برضو؟ وان كان الست مع ابنها تلاقي الواد برابيره نازله على وشه وقاعد ايه بياكل وبتاع، وتيجي تف الاكله تروح واخدها واكلها، ما بتقرفش من ابنها، مش كده برضو؟ يبقى خلاص ما يجراش هذا، يبقى هنا ما بتستقذرهاش، لكن لو استقذرتها خلاص. ولا لضررها برضو علشان يخرج الافيون والحشيش والنباتات السامه طاهره، لكن انت هنا ما بتتناولهاش مش عشان نجسه، انت بتتناولهاش بالرغم طهارتها علشان مضره، فخرجت من النجاسات. فهمت ازاي؟ كل ده احترازات عشان يخرج حاجات في بدن او عقل. ولا لضررها في بدن او عقل، ولا لضررها، ما بيتكلم على النجاسه، فعايز يخرج الحاجات المضره الطاهره زي الحشيش، يبقى لازم ينفي. ما هو ما قالش لو قال لضررها بس وسكت يبقى دخلت الحشيش والافيون والنباتات السامه في النجاسات، هو عايز يخرجهم. فهمت ازاي؟ ولا لضررها في بدن او عقل، ودخل في الاطلاق قليل النجاسه وكثيرها، يبقى حرم تناولها على الاطلاق. يعني معناها ايه لما يقول مطلقا؟ يعني القليل زي الكثير فيه، القليل حرام والكثير حرام. يعني ما ينفعش اتناول قطره بول على كوبايه شاي، ما ينفعش. يعني واد بيتبول في البيت، ما بتحصل الحاجات دي في الارياف وفي البيت، واد بيلعب ويتبول وانت قاعد بتعمل الشاي وحاطط الشاي على الارض، واد راح مشلح نفسه كده، راح مطر، راحت ايه نطت شويه ايه رذاذ كده، وانت شايف الرذاذ قاعد بيقع في الكنكه، يبقى خلاص ارمي الكنكه بقى، ما تتناولهاش. لان كلمه الاطلاق هنا يعني ايه؟ حتى لو مش هتقرف، حتى لو نفسك حلوه، لانه حرام تناولها على الاطلاق، حتى ولو نفسك قبلتها. شفت قد ايه؟ ادي كلمه الاطلاق هنا. ودخل في الاطلاق قليل النجاسه وكثرها، وخرج بالاختيار الضروره، فانها تبيح تناول النجاسه وبسهولة التمييز أكل الدود الميت في جبن أو فاكهة ونحو ذلك. وخرج بقولي لا لحرمتها ميتة الآدمي، وبعدم الاستقذار المني ونحوه. ما قالك لا لاستقذارها، طب إن المني مستقذر، فلو ما كانش استثنى الاستقذار كان دخل المني. الناس تعرف من المني، لا يعلى هدومه كده لازم يغسله ويقول لك إيه القرف ده، مش كده برضه؟ يقرف بعينه طاهر، فقال لك لا لاستقذارها عشان يخرج المني ونحوه. وبقي الضرر ونحو زي ايه؟ زي المخاط وزي الريق وزي العرق، ادي نحو، دموع العين، كل ده يعني طاهر، لكن الناس تستقذره. يعني لو واحد كده بيعيط وايه وراح نافف كده في كمك تقرف منه، مش كده برضه؟ مع انه هينف ميه يعني، لكن تقرف منه. واللي خارج من الودن طاهر برضه، اللي هو الشمع ده، لكنه مستقذر، مش كده برضه؟ وبنفي الضرر خرج الحجر والنبات المضر. لما يقول لا ولا لضررها يبقى خرج الحجر. ما انت بقى الحجر، انت ممكن تاكل حجر، تاكل زلط، تاكل طوب، بيجيبوا ناس بياكلوا ازاز في التلفزيون، دي حاجات كده نوادر، لكن حرام شرعا تناول الزجاج. اللي بيعمل كده حرام شرعا حتى لو صوروه في التلفزيون. ليه؟ لانه مضر. حتى لو يثبت عدم ضرره فيه برضه ما يتناولوش، لانه قد يجازف بنفسه، قد لا يضره الان يضره بعدين، مش كده برضه؟ فهو حاجه تعافها الناس، جاب لك واحد بياكل صفيح، يجيب لك واحد ياكل، دي حاجات كده في التلفزيون يفرجوا الناس، نوادر لكنها حرام، حرام تناولها يعني، وإن كانت طاهرة. والحجر والنبات المضر ببدن أو عقل. ثم ذكر المصنف ضابطا للنجس الخارج من القبل والدبر بقوله وكل مائع خرج من السبيلين نجس. نقف عند هنا بس، نحاول نخلص الحتة دي، نشوف في الشرح بقى الشيخ بيقول إيه في الحاشية.
فصل. لما تكلم على الثالث من مقاصد الطهارة اللي هو التيمم، ثالث مقاصد الطهارة التيمم بعد الوضوء والغسل، التيمم ده ثالث حاجة. شرع يتكلم على الرابع منها وهو إزالة النجاسة، وهو المقصود بالترجمة. هو أصل الترجمة عايز يتكلم على إزالة النجاسة، فقعد يكلمك على أنواع النجاسات، لانه مش هيعرف تتكلم ازالتنا الا ما تعرف انواع النجاسات الاول، وبعد كده يبقى يكلمك على ازاله النجاسه. فهمت ازاي؟ وان كان الفصل معمول لازاله النجاسه الا انه هو بيكلمك الاول على انواع النجاسات. فذكر الاعيان النجسه وسيله للمقصود اللي هو ازالتها، وازالتها بالماء من خصائص هذه الامه المرحومه امه النبي صلى الله عليه وسلم. واما غيرها يعني الأمم الثانية فكان يزيلها بقطع محلها. كانت في الأمم السابقة لما تيجي نجاسة على ثوبه يروح قاصص الحتة دي، قاصص ويرقع مكان أو يخيط مكان، فطبعا تبقى لابس بدلة المتر بالشيء الفلاني وجاء عليها نجاسة قصها، دي عملية صعبة أوي. صح؟ شفت رحمة ربنا بالمسلمين، رحمة كبيرة. فكان يزلها بقطع محلها، والمراد كما بخط بعض الفضلاء قطع ذلك من الثوب والفروة والخف لا من البدن، خصوصا محل خروج الحاجة عند قضائها، إذ يبعد كل البعد أن يجب عليه قطع ذلك، طبعا كما قاله الشيخ الحفناوي. وإن كان له تعالى تكليف عبده بما شاء ولو بما لا يطيق، يعني بيقول لك اكيد بيقطع محلها من الثوب او الفروة او ايه، لكن مش من البدن، لانه هيقطع من بدنه يعني الاست والقبل والدبر يعني علشان بيخرج منه، مستحيل، لانه ربنا هيكلف بحاجة صعبة زي دي، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وان كان عقلا يجوز التكليف بما لا يطاق عقلا، لكن الشرع جاء بخلافه، رحمة من الله لا يكلف نفسا الا وسعها، ففي الشرع لا يكلف إلا بما يطاق، وعقلا يجيز التكليف بما لا يطاق، لأن يفعل ما يشاء سبحانه، يأمر ما يشاء سبحانه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم، مش كلفهم هو بما لا يطاق؟ مش كده برضو؟ كلفهم بما لا يطاق تشديدا عليهم عقابا لهم. فهمت بقى؟ وعلشان كده وإن كان يجوز التكليف بما لا يطاق، وإلا ولكن لا يتصور إن كان ربنا يأمرهم بقطع الجزء الذي يخرج منه النجاسة من بدنهم، وإلا هو هيعمل مرة واحدة وانتهى بعد كده، هيقعد يقصه بعدين، ما ينفعش. فصل في بيان النجاسات أي الأعيان النجسة، وقد بين المصنف النجاسات بقوله وكل مائع، وكل مائع، ده المصنف اللي قال كده، خرج من السبيلين، يعني كل مائع خرج من السبيلين، ده المصنف اللي قال كده، القاضي شجاع ابي شجاع، مع قوله والميتة كلها نجسة، والميتة كلها نجسة الا الحاجات اللي قلتهم لك، السمك والجراد وميتة الادمي وما لا نفس له سائلة. فهمت ازاي؟ في المستثنيات. وقول وازالتها أي النجاسات، لكن بمعنى الوصف القائم بالمحل لا بمعنى الأعيان النجسة. يعني ما بيقول إزالة النجاسات مش بمعنى عين النجاسة، ده محل ورود النجاسة، فالكلام على محل ورودها مش على عين النجاسة ذاتها. فهمت ازاي؟ فإزالة النجاسات أي محل وقوع النجاسات من البدن والثوب. فهمت ازاي؟ ادي معنى كلام الشيخ. وقول وإزالتها أي النجاسات، لكن بمعنى الوصف القائم بالمحل لا بمعنى الأعيان النجسة. ففي كلامه استخدام، حيث ذكر النجاسات بمعنى، ما هو بيقول إيه، فصل في بيان النجاسات وإزالتها، الهاء هنا تعود على النجاسات لكن مش بمعنى النجاسات أعيان، ده بمعنى محلها، فكأن الضمير هنا عاد على معنى لم يذكره، يسموه استخدام، استخدام في اللغة. حيث ذكر النجاسات بمعنى
وأعاد الضمير عليها بمعنى آخر. فهمت إزاي؟ وإزالتها، الهاء هنا ضمير يعود مش على النجاسات، ده يعود على محل وقوعها مش على النجاسات، فأعاد الضمير عليها بمعنى تاني. فهمت المسألة بقى؟ على حد قول الشاعر، عايز يجيب لك إيه استخدام كده برضو في الشعر، إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. إذا نزل السماء بأرض قوم يعني المطر، رعيناه يعني الحشيش اللي طلع بسبب المطر، فالهاء هنا ما تعودش على السماء بمعنى المطر، تعود على السماء بمعنى ما نبت بسبب المطر، فيسموه استخدام، مش كده برضو؟ إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا، يعني ناخد برضو المرعى بتاعهم ولو كانوا برضو غضبانين، ما يهمناش. لا، يقصد انت بتزيل عينها من على المحل لكن ما بتزيلش النجاسة من الوجود. ادي ما اقصد بقى، من محل وقوعها عندك انت، لكن انت بتفضل تتتبعها في كل الاكوان. مش فهمت ازاي؟ فانت بتتدور على المحل اللي وقعت فيه عندك، تروح زيلها منه بس، في بيتك، في سجادة صلاتك، في ثوبك، وخلاص. يبقى انت بتزيل محل وقوعها، وبقى بتزيل محل وقوع، بتزيل عينها من محل وقوعها، لكن مش عين النجاسة مطلقا. فهمت ازاي؟ ادي معنى كلام الشيخ. لا، وسائل الطهارة من وسائل الطهارة اللي هو ايه؟ وسيلة الوسيلة، وسيلة الوسيلة اللي هو الماء، الماء نفسه وسيلة الوسيلة. فهمت ازاي؟ فإزالة النجاسة لوحدها وسيلة من ايه؟ مقصد من مقاصد الطهارة، منفصل منفصل. يعني انت دلوقتي عايز تصلي، فلازم ثوبك يكون طاهر، فلو عليه نجاسة لابد ان يكون مقصدك إزالة النجاسة من الثوب عشان تعرف تصلي فيه، زي ما يكون مقصدك إزالة الحدث من بدنك عشان تعرف تصلي بالوضوء والتيمم. فاهم المقاصد؟ فهمت ازاي؟ لأنها كالحدث. فهمت؟ ووسيلتها الماء، ده الوسيلة. ووسيلة الوسيلة الوعاء، الإناء، الأواني، الكوز، الحلة، الحنفية، الماسورة، اللي هي الحاجة اللي جالك فيها المية، سموها وسيلة الوسيلة، مش كده برضه؟ عشان كده أتكلم على الأواني. طبعا مقصد، مقصد من مقاصد الطهارة، وهي وسيلة للصلاة. فهمت ازاي؟ هي مقصد من مقاصد الطهارة الوضوء، لكنه هو ليس مقصود لذاته بل مقصود لغيره، فهو وسيلة لصحة الصلاة. كويس؟ فذكر السماء في البيت الشعري ده بمعنى المطر، وأعاد الضمير عليها بمعنى النبات مجازا. وقد بين المصنف إزالتها بقوله وغسل جميع الأبوال إلى آخره. قوله هذا الفصل، أي الذي هو فصل النجاسة وإزالتها، وقوله مذكور في بعض النسخ قبيل كتاب الصلاة، أي قبله بلا فاصل، فيكون بعد فصل الحيض، لأن قبيل تصغير قبل، معناه الزمن القريب، كبعيد تصغير بعد. وعلى كل من النسختين فذكره بعد التيمم. إزالة النجاسة ذكره بعد التيمم، لكن هل بعد التيمم ذكر الحيض والنفاس وبعدين إزالة النجاسة، ولا ذكر إزالة النجاسة وبعدين الحيض والنفاس؟ في نسختين، نسخة كده ونسخة كده. ذكره بعد التيمم للإشارة لأن التيمم لا يكون بدلا عن إزالة النجاسة. التيمم يكون بدل عن الوضوء والغسل، وما يكونش بدل عن إزالة النجاسة. فلو كان حط التيمم بعد إزالة النجاسة كنت استشعرت ان قد يكون التيمم بدل ايضا عن إزالة النجاسة. فهو جاب لك الوضوء والتيمم والبدل بتاعهم اللي هو الوضوء والغسل، والبدل بتاعهم اللي هو التيمم. خلص دول بقى، دخل في نقطة جديدة التي لا بدل لها، اللي هي إزالة النجاسة بالماء لا بدل لها، ملهاش بدل، لازم مية. وبعضهم قدم إزالة النجاسة على التيمم للإشارة إلى أن إزالتها شرط فيه، يعني لو على بدني نجاسة ولا يوجد ماء وأريد أن أصلي، كويس،
يبقى لو تيممت وصليت وبدني النجاسة دي علي الإعادة، يجب الإعادة حتى ولو في مكان لا يجب علي فيه الإعادة بالتيمم. ليه؟ لوجود النجاسة على البدن. بيقول لو في حاجز بينك وبين النجاسة، لو النجاسة غير رطبة يعني جافة، لأن لو رطبة هتنتقل تنشع، مش كده كويس؟ لو كانت النجاسة غير رطبة كبول وقع على أرض فجف فصارت هذه الأرض متنجسة، لك أن تفرش ثوب طاهر فوق هذه البقعة وتصلي فوقيه. فهمت ازاي؟ خلاص ما يدورش، تروح تفرش حاجة نظيفة كده وتصلي فوقيها، وكانت الأرض اللي تحتك فيها بول بس ايه؟ جف، لكن لو كان رطب هينشع، مش كده برضه؟ ما ادام ما تعرفش خلاص، ما انت ما تعرفش. بيقول انا ما اعرفش في باطن الارض في نجاسه ولا لا، ما انت مش مطلوب بقى تنقي. ما انت ما تصليش فوق المقبره علشان نجاسه تربتها، مش لعله الشرك زي ما بيقول الوهابيه، لا ده لنجاسه تربتها. يا سيدي اللي بيبني بيحفر وبيعمل اساس وبينزل لتحت 3 4 متر وبيلموا العظام ويخلصوا ويرموا اسمنت وجبس وشغلانه وبيرموا الحفر ده خلاص. طب ما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان مقبره، مش كده برضه؟ كانت ارض اليتيمين وكان فيها قبور مشركين، لم العظام صلى الله عليه وسلم وخلص وبعدين ردمها وبعدين بنى مسجده الشريف عليه، ما فيهاش حاجه. خلاص ما انت عملت بقى عندك سقف وسقف وسقف، بقيت فوق، بقيت زي سجادة الصلاة وأقوى، سمك قد كده عايز ايه تاني؟ صلي فوق السطوح، بس السطوح الدور العاشر عشان أصعب له أموره بقى، أعمل له إيه بقى هو عايز يصعب على نفسه؟ ها؟ فذكره بعد التيمم للإشارة إلى أن التيمم لا يكون بدلا عن إزالة النجاسة، وبعضهم قدم إزالة النجاسة على التيمم للإشارة إلى أن إزالتها شرط فيه، يعني شرط في صحته. فهمت إزاي؟ فهو من تقديم الشرط على المشروط. وتفهم من الكلام ده إن أنا لو عندي كوباية مية واحدة كده وعلى بدني نجاسة وعايز أصلي أتوضأ، أو مستعمل المية دي في إزالة النجاسة اللي على بدني واتيمم للصلاة، لأن إزالة النجاسة لا بدل لها والوضوء له بدل، مش كده برضه؟ الوضوء له بدل، فما أقولش لا ده كويس الحمد لله دي تكفيني أتوضى مرة مرة وأعمل الوجه والذراعين كله مرة مرة وأصلي وبعدين بعد تبو النجاسة اللي على بدنك هتعمل فيها إيه؟ فهمت إزاي؟ ما ينفعش تصلي بقى أو على ثوبك وليس لديك غيره، لان بتحصل في السفر يبقى ليس لديك الا هذا الثوب وعليه نجاسه وما عندكش الا كوبايه المياه دي فايضه عن حاجتك مش محتاجها للشرب ولا لاي حاجه، يبقى في هنا تقدمها في ازاله النجاسه ثم تتيمم لان الوضوء له بدل وازاله النجاسه لا بدل له. فهمت بقى المساله؟ والنجاسة لغة الشيء المستقذر، أي ولو طاهرا، يبقى كل مستقذر في اللغة اسمه نجس في اللغة، يبقى كانت اللغة أوسع لأن اللغة كان قبل الشرع، مش الشرع لما جاء كان الناس بيتكلموا عربي برضو وكلمة نجاسة دي ما كانوا عارفينها بس كانوا يستعملوها في كل مستقذر كويس. لما جاء الشرع استعمل النجاسة استعمال جديد. فهمت ازاي؟ في كل ما يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، كل ما يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص اسمه نجس شرع وخلاص. كل ما يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص دي النجاسة الشرعية، مش كده برضو؟ حيث لا رخص، زي قلت لك واحد جرحه وناشف الدم عليه فيبقى رخصة يعفى عنه،
دم برغوث يقف عنه، ده مرخص او رخص، فهمت ازاي؟ او حاطط ضماده والضماده ناشعه دم، يبقى ما نقولوش بقى يشيل الضماده وينزف الجرح تاني عشان تصلي، يبقى ايه؟ يقف عنه. يبقى حيث ملقاه مرخص يعني ايه؟ يعني يمنع من صحه الصلاه حيث لا يوجد رخصه لانه يصلي وهي موجوده. سهله؟ والنجاسة لغة الشيء المستقذر، أي ولو طاهرا، كالبصاق والمخاطي والمني. كل دي حاجات مستقذرة إلا أنها طاهرة شرعا. البصاق والمخاط والمني، وإن كان هذا ليس نجاسة شرعا. طبعا الكلام ده كله في غير الكلب والخنزير، لأن بصاق ومني وكل حاجة في الكلب والخنزير كده نجس سواء حي او ميت. سهل ولا لا؟ يبقى مستثنى من دول. لو لمست شعره بيد جافه وهو جاف ما انتقلتش النجاسه، لكن لو في وسط رطوبه بينكما يبقى انتقلت النجاسه. ما هو لازم عشان النجاسه تنتقل يبقى في وسط رطب، فهمت ازاي؟ لازم يبقى في وسط رطب. وإن كان هذا ليس نجاسة شرعا، فالمعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي كما هو الغالب والكثير. زي ما نقول كده الصلاة في اللغة مطلق الدعاء، لكن في الشرع معناه أضيق، حركات مخصوصة بشروط مخصوصة بهيئات مخصوصة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. يبقى خدنا مع إن داخل الدعاء فيها برضه بس مش مطلق دعاء، فيبقى ايه المعنى الشرعي غالبا بيبقى اضيق من المعنى اللغوي في الغالب كده. وشرعا الى اخره، هذا التعريف خلا منه كثير من المطولات. يعني التعريف اللي جابه الشيخ اللي هو ابن قاسم الغزي في شرحه، وده شرح مختصر، بيقول ده مش موجود في المطولات، جايب لنا الشرح اللي هو مش موجود حتى في الكتب المطولة. انت راجل بتشرح شرح مختصر، ليه تجيب لنا التعريف الطويل ده؟ عشان كده معترض عليه يعني، كان حقه جاب تعريف مختصر. ادي راي الشيخ البيجوري، انت راجل بتشرح شرح مختصر هات تعريف مختصر. تقوم تجيب لي تعريف حتى الكتب المطوله مش كاتباه لطوله. فهمت ازاي؟ ده اعتراض من الشيخ ابراهيم. هذا التعريف خلا منه كثير من المطولات، فذكره هنا غير لائق بهذا المختصر لطوله. فكان الانسب ان يقول وشرعا مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، اللي أنا قلتها لك دي، لأنه ده أقصر، ده التعريف اللي كانوا مشايخنا يحفظوه لنا، لأنه سهل تحفظه وتمشي خلاص. كل مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، خلاص هي دي النجاسة الشرعية. سهلة؟ أي لا مجوز، بخلاف ما لو كان هناك مرخص أي مجوز، كما في فاقد الطهورين وعليه نجاسة. فقد الطهورين اللي هو لا يجد تراب ولا ماء وعليه نجاسة، بيصلي على حاله وعليه الإعادة، فيبقى عنده الرخصة هنا يصلي مع وجود النجاسة لفقد الماء والتراب، فإنه يصلي لحرمة الوقت وعليه الإعادة. وهذا التعريف باعتبار إطلاقها على العين، باعتبار اطلاق النجاسة على عين النجاسة مش على محلها، فاهم؟ التعريف هنا باعتبار اطلاقه على عين النجاسة مادتها نفسها مش على محلها، مع ان الكلام كله في ازالة النجاسة على محلها، مش كده برضو؟ وهذا التعريف باعتبار اطلاقها، يعني اطلاق النجاسة على العين كتعريف الشارح، واما باعتبار اطلاقها على الوصف فتعرفها بأنها الوصف القائم بالمحل عند ملاقاة العين النجسة مع توسط رطوبة من أحد الجانبين. يبقى ليها تعريف تاني باعتبار المحل بقى. الوصف القائم بالمحل عند ملاقاة النجاسة العين النجسة مع توسط رطوبة. يعني لو في روث ناشف يسموه في الأرياف إيه؟ جلة بلغة المصريين، مش كده برضو؟ يعني ده نجس عندنا مع انه مأكول اللحم برضو نجس عندنا، لكنه جففوه في الشمس بقى تمام زي الطوبة.
ورحت ايه الولد صغير وانا ماشي في الشارع راح خابطني في حته منها على الهدوم بتاعتي وانا رايح اصلي العشاء وانا هدومي ناشفه وهي ناشفه ما يدورش خلاص لان ما فيش توسط رطوبه، لكن الواد خبطني بيها والدنيا بتمطر كويس، او الثوب بتاعي مبلول من اثر الوضوء اللي انا كنت متوضيه، لان في ناس لما تيجي تتوضى تبل نفسها كده، فانا الثوب بتاعي مبلول وراح الواد ده راح خابطني جت في الحته المبلوله من الثوب، يبقى اروح اغيره بقى لان توسطت رطوبه. انت مش هتروح تغيره، انت هتجري ولا الواد تضربه؟ لا روح غيره خلاص، تعمل عقلك بقى للعيال ما يلقش. واما باعتبار اطلاقها على الوصف فتعرف بانها الوصف القائم بالمحل عند ملاقات العين النجسه مع توسط رطوبه من احد الجانبين. يبقى معناها ان المائع النجس خلاص ينجس المحل في الحال لانه رطب، مائع يعني ايه رطب؟ يعني سائل. فهمت ازاي؟ سائل خلاص ده ينجس على طول لان هو جايب ميته جاهزه، ميته فيه منه فيه. فهمت ازاي؟ لكن لو كلب كده معدي وخبط في الثوب وهو ناشف تماما ما عملوش اي بلل وانا برضو جاف تماما ثوبي، ما خلاص اروح اصلي ولا يجرى حاجه ولا كانه عمل حاجه كويس. لكن الكلب طالع من الترعه مبلول وانا ماشي على شط الترعه وراح خبطني كده، خلاص بقى يبقى الثوب ده لازم اقلعه واغسله 7 مرات احداهن بالتراب علشان اطهر، يعني جبت لنفسي شغلانه. فهمت ازاي؟ يبقى انت ما تمشيش على شط الترعه. عشان كده في الحكومه بتاعتنا يقول لك ايه، ادي ظهرك للترعه في التلفزيون علشان برضو حاجات تانية، حكاية البلهارسي أو حاجات تانية، وعشان الكلب ما ينجسكش والحاجات دي كلها. شفت بقى الحكومة رشيدة ما شاء الله. مين قال كده؟ كل جف طاهر؟ ده في الصعيد، في الصعيد يعني الأرض، وأنا ما أعرفش يعني أنا عايز أصلي في أي حتة. الرسول بيقول جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورة. في المسجد في حديث أبي هريرة اللي يقول فضلت فيه على الأنبياء بست، مش كده الحديث المشهور؟ قال ايه؟ وجعلت لي الارض مسجدة وتربتها طهورة. في رواية وطهورة ورواية تانية وتربتها طهورة، مش كده برضو؟ يبقى اصلي في اي بقعة في الارض جافة ناشفة طالما انا ما اعرفش ان وقع عليها نجاسة. لكن انا عارف امبارح شفت الحتة دي كان في كلب بيبول في الحتة دي، وجيت انا تاني يوم لقيتها ناشفة ما صليش عليها برضو لان انا عارف انها نجس. حتى لو نشف انا عارف ان هو عمل هنا، لان انت مش مطالب انك انت تسأل كل الناس الحتة دي طهرة ولا مش طهرة يا ناس. فانا لما الاقي البقعة الارض دي جافة اعتبرها طهرة واصلي عليها واخلص وتني مروح ما اقلقش نفسي. لكن الروث حتى لو جف يفضل نجس برضه. ما احنا قلنا النجاسات ايه؟ مش في جامد وفي مائع؟ احنا مش قلنا انت بتحضر من الاول؟ ما انت ما بتجيش في الاول توجع قلبي. تعالى من الاول، احنا قلنا الاول في النجاسه كل حيوان ماشي بيجري ويلعب كده طاهر ما عدا الكلب والخنزير من الاحياء. طيب ماتوا كل الميتات نجسه ما عدا ميتة الادمي والسمك والجراد وما لا نفس له سائل. كويس؟ كل ما يحل أكله من الحيوان بعد ذبحه أو نحره أو عقره بالشروط الشرعية طاهر، وزكاة الجنين بزكاة أمه. قلنا كل الكلام ده، كل دي جوامد اهي، كل دي حاجات جامدة مش كده برضو؟ في منها نجس ومنها طاهر، يبقى فيها نجاسة جامدة اهي. يبقى مفيش حاجة اسمها كل جف طاهر دي مطلقا كده، لا صلحها بقى. كل جف طاهر في الصعيد ما لم تعلم نجاسته. فهمت ازاي؟ عشان لما تطلع معسكر تطلع تسافر وتلاقي حتة أرض كده فراغ وفاضية روح صلي فيه. ما تروحش بقى تسأل الناس يا جماعة في كلب عدى هنا
في واد هنا يا جماعه تبول هنا ولو من 10 سنين فاتوا، ما تسالش، الشرع ما طلبش منك كده، روح صلي على طول. كويس، لقيت الحته دي فيها روث ناشف، برز ناشف، مش عارف ايه، روث ناشف، اي حاجه، ما تصليش بقى فيها حتى لو ناشف، لانه مازال نجس، عين نجسه، يبقى في نجاسه جافه ونجاسه مائعه، مش كده برضو؟ بس ما هو مفيش توسط رطوبه، مفيش توسط رطوبه، لكن ما تصليش عليه. احنا هنا بنتكلم تصلي عليه ولا ما تصليش عليه؟ ما احنا لازم يشترط في المكان اللي هتصلي عليه يبقى طاهر. ما هو ما لمسنيش، ده خبطني وجري، ولا انا حطيته في جيبي؟ لو دخل في جيبي ما ينفعش اصلي وانا في جيبي حته روث نشف، ابقى حامل نجاسه، صح؟ لكن انا بتكلم المثال خبطني وقع ورايح انا الجامع، وده كان جاف والثوب جاف، يبقى مفيش توسط رطوبه، يبقى مفيش مشكله. سهله؟ فهمت المقصد؟ فبيقول هنا كل عين، اي كل فرد فرد من افراد العين، فادخال كل في التعريف لشمول جميع الافراد. يبقى هيقول لك كل ده لفظ عام هيتكلم على افراد تحتيه كتيره، انواع كتيره يعني، فيبقى كل نوع ياخد حكمه خلاص. فهمت؟ ادي معنى ايه، هيدخل جميع الافراد ياخد حكم، نفس الحكم. واحترز بالعين عن الريح، يعني بيخرج من الانسان ريح من قبله من دبره، هذا الهواء اللي خارج ده طاهر، بالرغم ان ريحته ساعات تبقى وحشه بس طاهر، علشان كده لا يجب الاستنجاء منه ولا غسل الثوب منه. كويس، يبقى الريح ده، والريح ده مش عين، علشان كده قال لك كله عين، يعني تراها العين. شفت دقة الشيخ؟ عشان كده ما يقول لك كله عين يخرج الريح، النجاسة طالع منها رائحة. حمار مات وتعفن والجيفة بتاعته طلعت ريحة وحشة، الريحة الوحشة دي وكان ميت جنب الترعة، بقت مية الترعة طعمها وحش وريحتها وحشة عشان بالمجاورة تفضل طهرة، لأن تغير بالمجاورة وليس بالمخالط. فهمت؟ تغير بالمجاور، يعني ممكن أنزل في الترعة وأجد مضمض وأتوضى وأعمل وهي ريحتها وحشة وطعمها طهرة، لأن رائحة النجاسة ليست إيه؟ نجسة، الرائحة نفسها، الهواء اللي طالع منها ده. فهمت بقى القصة دي؟ مهمة الحاجات دي. واحترز بالعين عن الريح فهو طاهر، وإن لاقى النجاسة كالريح الخارج من الدبر فلم يدخل في التعريف لأنه ليس من أفراد العين. وحرم تناولها، هنقولها بقى الأسبوع الجاي إن شاء الله، ونصلي نسمع أذان العشاء ونصلي السنة، وجزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.